إذن بالتزامن مع إعادة فتح القطاعات وتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، سنتطرق اليوم للحديث عن الآثار المترتبة على فتح هذه القطاعات وتأثيرها على أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ونسب الفحوصات الإيجابية بعد انخفاضها في الآونة الأخيرة. وسنتحدث عبر الهاتف مع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور بسام حجاوي. دكتور صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. دكتور، من وجهة نظرك هل ترى أننا فتحنا القطاعات في الوقت المناسب؟ صباح الخير أولا، ويسعد صباح الجميع إن شاء الله. يعني إحنا فتح القطاعات يبدو بعد أن الجائحة تأخرت كثيرا كما هو ليس متوقع. يعني عادة الجوائح يرصد لها بأن تكون في خلال 8 إلى 10 شهور وبالكثير سنة أن تكون وصلت المعلومات الطبية بشأن العلاج، المطعوم، أسس الوقاية، نقل المرض من شخص لآخر، التفشي. دول العالم جهزت لتوصيات قد تكون في نهاية الوجه. طول هذه الموجة أجبر الدول بالأخير أنها تضطر إلى فتح القطاعات، تضطر إلى التعايش مع الوضع الحالي لما وصلت إليه جائحة كورونا، بغض النظر أنه في هناك سلالات، في مشكلة التطعيم عمالها بتعاني منها الدول، في الدواء لحد الآن ما فيش دواء ناجع لهذا المرض، تفوت الدول بموجات مختلفة تعتمد على أنه شو السلالة اللي بتظهر بين الحين والآخر. اعتراف منظمة الصحة العالمية بالمطاعيم، هناك تبادل في منشأ الفيروس، كيف يعني دخل للبشرية. كل هذا الكلام خلى الناس والدول أنها تضع خططها وتحدد مواعيد لفتح القطاعات الاقتصادية والمالية، لأنه يجب أن الناس تتعايش مع الفيروس، تتعافى من الفيروس، تصل إلى درجات آمنة، لكن هذا كله قد يؤدي في أي وقت إلى مفاجآت. إذن على الدول الالتزام، تضع يعني في مخيلتها خطط واستراتيجيات وأهداف وتحدد مواعيد. لكن أنت ملاحظ أنه في دول حتى وصلت إلى 60% من التغطية بالمطاعيم واضطرت إلى تأجيل بعض الخطط. لنرجع إلى بلدنا، إحنا هنا حطينا خطة فتح قطاعات بالتدريج. حتى قطاعات كانت لم يصلها، لم تفتح إطلاقا منذ الجائحة، منذ مرور سنة ونص تقريبا على الجائحة. وحدوث أول حالة عندنا بالأردن معروف أنه ب2/3 من العام الماضي. كل هذا الكلام يحتاج إلى التفكير. يبدو أنه زي السؤال اللي سألتني إياه، مهم جدا أن نفتح، وأعتقد أنه وقت مناسب في ظل أن احنا انتهينا من الموج الثاني ووصلنا إلى أرقام ووضع وبائي مستقر تقريبا، اللي يجعلنا أن نفتح. لكن تعلمنا من تجربتنا في الموج الأولى، كان في خطط وفي افتتاح تدريجي للمنشآت وفي رقابة صارمة وتشكلت لجان لمراقبة الوضع. والالتزام مهم، لأنه لازلنا إحنا المطعوم اللي هو سيد القول وسيد الحكم في هذا الموضوع. المطعوم لسه لا يزال متدني، لم نصل خلينا نقول في الأردن إلى النسبة التي تجعلنا يعني نستطيع فيها أنه تتحرك بأمل. نعم. طيب دكتور، تحدثت بأنه يجب على أي حكومة أن تضع سيناريوهات مستقبلية. حكومتنا هل وضعت، أنتم في اللجنة هل وضعتم أي تصور لمستوى الارتفاع في أعداد الإصابات بعد القيام بعمليات الفتح المتتالية وبالتدرج؟ ما هي هذه النسبة التي تستطيع الحالة الوبائية والوضع الصحي والقطاع الصحي عموما استيعابها؟ طبعا أكيد هذا الكلام، خاصة بعد أن احنا مرينا في موجتين كبيرتين وارهقونا هذه الموجات الأولى والثانية، وكلفتنا أن صارت الوفيات عندنا وصلت يعني مبارح 9614 وفاة، ووصلنا إلى 744 ألف إصابة.
كل هذا الكلام المفروض أن يكون في دروس مستفادة من هذا الكلام، وكيف إحنا على مدار هذه الموجات كيف فتحنا وكيف تعرضنا لانتشار من الوباء من الجائحة الأم وسلالاتها. أضف إلى ذلك في دول جنبينا بالإقليم، لأنه إحنا ضمن إقليم شرق البحر المتوسط، نتطلع إلى الدول جاراتنا أنه كيف عمالها يتحرك الوباء، لأنه إحنا نفس العادات وتقاليد تقريبا، وفي العالم عماله كيف بفوت. فأكيد في وضعت خطة، والخطة تقسمت إلى ثلاث أجزاء، وهذه الأجزاء بدأت كما هو معروف في 1/6، بجوز امبارح 15/6 كمان كان مزيد من الفتح لمنشآت اقتصادية قد تكون خطيرة في انك انت تفتحها، لكن انا شايف انه في رقابه، وفي كان في تفتش على الاف المنشات الاقتصاديه والماليه اللي هي انفتحت وانحطت مخالفات وصارت ومصار، لانه هذا مهم الكلام، انك انت ما بدك تفقد السيطره بعد ما انت مستشفياتك تعافت. يعني احنا عندنا معدلات الاشغال وصلت اكثر من 80% قبل 4 شهور، وكنا نعاني والكل عاني، وكان يعني في مستشفيات اغلقت أبوابها أمام الكورونا وتوجهت إلى أنه يا خلص يعني ما بتقدر تتعامل غير مع الحالات الطارئة. الآن وضعنا سليم، معدلات الإيجابية اللي تفضلت فيها السؤال، أنا حبيت أوصل لهذا المعلومة أنه إحنا الكل عارف أنه تحت 5%، لكن لا يعني حتى أنا بديش أنا أكون غير متفائل هالمرة أنه وصل 6 أو 7% يعني معناته خلص راح يكون مشكلة. لا، استيعابك، تجهيزك لنظامك الصحي، تجهيزك لمستشفياتك، شفت وزارة الصحة أعلنت أنه أضفنا كمان 500 سرير جاهز للعناية الحثيثي والعزل والأجهزة التنفسية جاهزة زيادة عما كانت عليه المملكة في السابق، حتى في رمضان السابق يعني قبل 2 أو 3 شهور في الموجة الأخيرة، إنه إحنا جاهزين، كوادرنا جاهزة، الناس تدربت، الناس تعلمت إلا كيف تتعامل. أضف إلى ذلك إنه وتيرة التطعيم رغم انها يعني خلينا اقول ما وصلت النسب اللي احنا نامل في اللي هو نصل الى الامان المجتمعي، لكن احنا يعني كويس واصلين، حققنا انه هلا بنقول احنا في نهايه الشهر بدنا نوصل 3 مليون جرعه، هينا احنا اليوم واصلين 2.6 مليون، ممتاز يعني اننا ماخذين هذه الجرعه، معناته احنا الخطط اللي حطناها ماشيين عليها بإذن الله. كل هذا الكلام يحتاج إلى رقابة، يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى جدية، وبعدين إحنا عمالنا بنعطي الناس اللي اتطعمت جرعة 21 يوم مشي عليها وجرعتين، كل هذا الكلام لسه إنه إحنا بنقول قد يصاب شخص إنه ويمرض وأخذ جرعة أولى مثلا بعد 21 يوم، ما رح يكون مشكل. مهم الرقابة، الرصد، التتابع، تتابع الحدود، تتابع المطارات. أعتقد أن هذه الخطط وضعت بطريقة أفضل مما كنا عليه في أي وقت سابق، بحيث أن احنا يعني نكون جاهزين لأي انحراف عن الخطة الموضوعة. طبعا نعم. أيضا دكتور، من ضمن الخطة عودة المدارس إلى العمل في الفصل الدراسي المقبل. الآن الحكومة تعكف على تطعيم القطاع التعليمي والمعلمين بشكل خاص، هل ترى أن ذلك كافي من أجل عودة المدارس إلى العمل من جديد؟ يعني أنت لا تستطيع أن تعمل غير ذلك، يعني أنت لما تصل في أكثر من 70% من المدرسين في المدارس خلنا نقول، وأنك أنت الهيئات الإدارية تطعمها، وفي ظل هلا الجائحة أقل من 18 سنة لا يزال لسه الدول ما اشتغلت على أنه تطعم الطلاب، كل هذا الكلام لسه بدري عليه. لواحد تسعة أكيد بنفكر إحنا في الوضع الوبائي، لكن هاي المدارس تهيأت، هاي الجامعات بلشت، إنه كل الجامعات والمعاهد والكليات اللي فوق المدارس، يعني الجامعات التعليم العالي، ايوه التعليم العالي، وبعدين كليات الطب، كليات الصيدله، الاسنان، اللي هذول لابد من التدريس الوجاهي اللي بدهم يتعاملوا مع الناس، بدهم يتدربوا في المستشفيات، هذا ممنوع، لازم يتطعموا. كل هذا الحكي موضوع، اعتقد هذا راح يسهل مهمتنا في انه 1/9 راح يكون وضع امن، واعتقد ما في جدال انه 1/9 السنه الدراسيه 21/22 لازم تبدا بهدوء وبرقابه وبتعاون والالتزام بالبروتوكولات الصحيه، وانه اي حد المفروض يتحمل مسؤوليه، التطعيم هو الحل،
لهيك فئات، عشان انت بدك تفتح تعليم وتختلط الهيئات التدريسيه اللي بيجوا من الدار والطلاب اللي بيجوا من برا وطلابنا اللي هون ومن المحافظات، وتكون فتح موجود ويقعدوا في السكن وطلاب يكونوا متواجدين ويلتقوا في الحصص واقل من 20 والكلام هذا اللي قد تكون اختراقات غير واضحه في التجمعات، نحتاج الى تطعيم. اعتقد ان احنا ماشيين كويس الحمد لله لحد الان، ما في مشكله يعني. نعم، ونتمنى ايضا ان تبقى الامور جيده خلال المرحله القادمه، وكما تحدثت دكتور ان يكون اثر فتح القطاعات هو من ضمن المتوقع والمخطط له سابقا. بدي اشكرك جدا على وجودك معنا اليوم، عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه دكتور بسام حجاوي، يسعد صباحك.